قناة السويس مهمة بالنسبة للاقتصاد المصري، وأنا عارفة أن الرئيس بنفسه كان بيتابع أي تطوير فيها وأي تحديث والأزمات كلها. الرئيس بيكلمك كتير قلقان من ما يحدث في قناة السويس سيادة الفريق؟ والله خليني اقول ان سيادته لا مش م... لا م... يعني هو بيتابع طبعا، لكن القلق انا مش حاسس ان القلق لدرجه ان هو قال لي انا ما بسالكش على ارقام، انا عارف الموقف عامل ازاي، انا مش هسالك. يعني احنا دايما لو كنا بنتكلم بقول له احنا عندنا الموقف كذا دلوقتي، احنا عملنا كذا، حققنا كذا، هو اخر مره كنا بنتكلم قال لي انا مش هسالك على الارقام ولا العاب الدولار، انا عارف الموقف ومش هسالك لغايه لما الظروف تتحسن. حقيقه يعني دايما سياده الرئيس الحقيقه بيراعي الاحداث وبيراعي الظروف اللي الواحد بيمر بيها. يعني كان في كلام كده متناثر عن دراسة لتوريق عائدات دولارية للدولة، وكان الكلام ابتدى يكون عن قناة السويس. هل بتدرسوا ده دلوقتي ولا هتأجلوه شوية نتيجة الأوضاع ولا إيه سيادة الفريق؟ والله كلها لغايه دلوقتي كلام انا بسمعه برضه من الميديا، لكن حقيقه ما فيش حاجه على ارض الواقع. ما قعدناش مع البنك المركزي نتكلم في حاجه زي كده، او احنا ما اتسالناش في حاجه زي كده لغايه دلوقتي. ما فيش حاجه فيكسد نقدر نتكلم عليها يعني نقول ان احنا في كذا، لا خالص يعني. امتى يكون الفريق أسامة ربيع قلق جدا؟ يعني انت قلق طبيعي انه في 40%، امتى عند اي رقم تشعر حقيقة بالقلق؟ لو عدينا 50% طبعا يبقى في قلق كتير يعني نتمنى الا يحدث ذلك. ايه اهم ان شاء الله. الشركات اللي بتعدي، ويعني مين اللي فاضل؟ يعني ميرسك والشركات الكبرى الالمانيه وغيرها كلها لفت خلاص عبر راس لا الرجاء هو الصالح. لا هو هو اللي ثابت وبيلف كله ما بيجيش منه يعني ام اس سي اللي هي ايطاليه وهابج لوين، دول اللي ثابتين، لكن الباقي كله بيعدي بعض منه من الناس اللي صالح وبعض الاخر بيعدي من قناه السويس، لكن هم الشركتين دول اللي هم اللي اعلنوا من الاول خالص وفعلا ملتزمين ان هم ما بيعدوش من البحر الاحمر. خلينا نقول البحر الاحمر مش قناه السويس، عشان يعني هو البحر الاحمر طبعا. لا مش قناه السويس، لا البحر الاحمر، صح. عشان يعني قناه السويس بتأدي الدور بتاعها كامل والخدمات بتقدمها كامله وكل حاجه بتقدمها كامله. لا صحيح، لا قناة السويس يعني في النهاية هي المتأثر بما يحدث جنوب البحر تمام الأحمر من تمام يا القضية فندم، كلها. أنا طيب بشكرك سيادة الفريق، أتمنى ألا يزداد القلق، وأتمنى أن احنا لا نصل إلى الأرقام المقلقة اللي هي 50%. شكرا سيادة الفريق أسامة ربيع، إذن تصريحات مهمة للفريق أسامة ربيع. لسه في بعض الحاويات بتعبر القناة، لكن احنا بنتكلم على انخفاض 30%، انخفاض 40% في الحمولات والعوائد، متوقعين ان استمرار هذا الانخفاض لنهاية يناير. ويعني لا قدر الله لو وصلنا ل 50% هذا يكون امر مقلق بالنسبة لعائدات القناة.